ها هي عملية عاصفة السلام، وبعد شهرين من انطلاقها أضحت قوات الوفاق من خلالها أقرب من أي وقت مضى في حسم معركة الدفاع عن طرابلس، حيث تمكنت عبر هجومها الأخير على تمركزات ميليشيات حفتر من استرجاع أغلب المعسكرات التي تقع جنوب العاصمة. المعسكرات الخمسة التي استرجعتها قوة الوفاق تعتبر ذات أهمية استراتيجية كبيرة، ومنذ سقوطها اعتمدت عليها ميليشيات حفتر في هجومها على طرابلس. أول هذه المعسكرات وأهمها معسكر اليرموك الذي يعد أكبر المعسكرات، ويقع فيما يعرف بمنطقة الخلة على امتداد طريق منطقة صلاح الدين، وتفصله أكثر من 15 كيلومترا تقريبا عن وسط العاصمة، وكان يعتبر من أهم مفاتيح الهجوم على العاصمة لدى ميليشيات حفتر. ويقع بقربه معسكر الصواريخ باتجاه منطقة قصر بن غشير، حيث سيطرت عليه ميليشيات حفتر في أواخر أكتوبر من العام الماضي، فيما استعادت قوات الوفاق السيطرة كاملة عليه في 23 من مايو الجاري. أما معسكر حمزة فيقع بمنطقة مشروع الهضبة، ويبعد عن وسط طرابلس بنحو 15 كيلومترا، ويعد منطقة مهمة لقربه من حي أبو سليم، أحد أكبر أحياء العاصمة وأكثرها اكتظاظا بالسكان. فبعد أن سيطرت عليه ميليشيات حفتر في منتصف ديسمبر الماضي، استعادته قوات الوفاق في 23 من مايو الجاري. ثالث المعسكرات هو مقر رئاسة الأركان أو ما يعرف بالفروسية، ويقع بمنطقة حيوية على طريق المطار التي يطل عليها. وبعد أن سيطرت عليه ميليشيات حفتر أواخر شهر ديسمبر الماضي، تمكنت قوة الوفاق من استعادته بداية شهر يناير خلال هجوم مضاد على الميليشيات المتحصنة داخله. رابعها معسكر التكبالي الذي يقع على طريق منطقة صلاح الدين، وبجانبه المقر الرئيسي لمصلحة الجوازات والجنسية، ويبعد عن قلب العاصمة مسافة 10 كيلومترات تقريبا. سيطرت عليه ميليشيات حفتر أواخر ديسمبر الماضي، واستعادته قوة الوفاق مطلع يناير الماضي. أما معسكر النقلية الذي يقع بطريق المطار، فإنه يبعد عن قلب طرابلس بنحو 20 كيلومترا، وسيطرت عليه ميليشيات حفتر في يوليو الماضي، ثم تمكنت قوات الوفاق من استعادته في أقل من يوم. إذن مواقع استراتيجية وحيوية تمكنت قوات الوفاق من استعادتها وإعادة السيطرة عليها، لتكون نقطة انطلاق كما يراها مراقبون لبداية مرحلة جديدة من الهجوم على تمركزات ميليشيات حفتر والتوغل بمنطقة قصر بن غشير وما بعدها.